بشرية. بمعنى؟ بمعنى أولا أنا أود أن أقول للناس من هو النبي ومن هو الرسول وما الفرق بين النبوة وبين الرسالة. النبي والرسول اختيار إلهي، ما يجيش مثلا واحد يتعبد ويصوم يقولك أنا أصل للدرجة أن أنا أدخل للنبوة، لا يملكها بشر، إنما هو اختيار إلهي يضعه حيثما يشاء ومن يختاره، فيربيهم على عينه ويرعاهم ويوفر لهم الأسباب اللي احنا هنتكلم عنها لنبينا الكريم. لكن أنا بتكلم هنا بصفة عامة لكل الأنبياء، فهذه الأسباب هي التي تحمي النبوة، وليس كل نبي رسول، لا طبعا النبي من ينبأ بنبوة، إنما الرسول من يحمل برسالة. دي كده مبادئ أولية وددت أو أحببت أن أسمع بها المشاهد الكريم. عظيم، أنت فرقت بين النبي والرسول. نعم. عليه الصلاة والسلام. الرسول هو من يحمل الرسالة، من يكلف ينبأ ويكلف أمرين. أما النبي فهو ينبأ بالنبوة فقط ولا يحمل برسالة، وما أكثرهم ولا نعرفهم على فكرة، حتى إحنا أساتذة العقيدة لا نحصيهم ولا نعرفهم، يعني عدد الأنبياء غير محصي، غير محصي. عظيم جدا جدا جدا. وطبعا الآية بتقول بعضهم قصصناهم عليك وبعضهم من قصصنا وبعضهم من لم نقصص. كل اللي قص علينا في 25 نبي ورسول، 25 نبي ورسول فقط. أين يقع محمد بن عبد الله على أفضل الصلاة؟ خاتم الرسالات السماوية جميعا. ودي لها حكمة ولها ضريبة على فكرة. ختام الرسالة على أمة محمد لها أمر جلل، إنها احتوت الرسالات السابقة ولها ضريبة. إيه هي الضريبة؟ أنني مكلفة بأن أؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. قولوا آمنا، قولوا آمنا، ما بدون أن أنا أفترق معاهم في بعض الأمور، ده شيء طبيعي، لأن رسالات السماء أخذت تترى على الأمم، كما قلنا منهم من لا نعرف ومنهم من نعرف، يدوب اللي احنا عرفناهم من 25 اللي ذكرهم بالقرآن. عظيم. الكريم. إذن لدينا رسالة هي تشريف وتكليف. تكليف لأمة محمد بأننا لابد أن نؤمن بما وفد ووصل إلينا من الأنبياء السابقين. ما أقولش لا أنا النبي بتاع محمد وبس، أما الباقي ماليش دعوة بيهم ولا أؤمن، لا، هذا لا يصلح. بل قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل على الأمم السابقة علينا. دي ضريبة على المسلم، وضريبة لابد أن ندرك بعدها وندرك أهميتها، لأن الإسلام ده صب فيه كل ما أراده الله سبحانه وتعالى للبشرية من صلاح، من تقوى، من نفي، من حلال، من حرام، كله تجمع في ختام الرسالات السماوية على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الرسالات السماوية كلها ختمت. هقول لك حاجة كده طريفة، كنت في مؤتمر في أوروبا، فوقف كده أحد الأشخاص اليهود كلمت حبتين ومستفز مني، معرفش ليه، مع أن أنا ست ودودة مع الناس كلها. فقال لي طول الوقت رسالة الإسلام ونبي الإسلام. قلت له طب تعالى انت زعلان ليه؟ تعالى كده نتناقش نقاش الأساتذة، ليس نقاش اليهود، نقاش اليهودي مع المسلم أبدا. هل هناك في حاجة عندنا في الفلسفة مقولة الزمان ومقولة المكان؟ قلت له مقولة الزمان ومقولة المكان تؤكد بأن لا رسالة سماوية ولا نبوة نبئت ولا نبي أرسل إلى البشر. قلت له عندك أنت حاجة كده أنا مش عارفها؟ سكت كده وأجاب إجابة خبيثة شوية. قلت له إذن على الأقل نتفق على جزء منها، بأن الرسالة الإسلامية التي حوت مضامين الكثير مما سبق هي خاتمة الرسالات السماوية جميعا، ولذلك أنا أقول ما جئت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. قلت له أنا ده قول الحق لدي، أنت مش عايز تؤمن بيه أنت حر، لكن اللي أنت لازم هتؤمن بيه الملمس المادي إن الزمان والتاريخ والمكان، هات لي أي نبي أو أي رسول جاء بعد محمد بن عبد الله. ومن هنا هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
افترض اعظم دليل على صحة وعلى حق هذا الدين، وانتوا كنتوا اولى الناس بانكم، وانتوا كنتوا تتنبؤوا انه سياتي نبي وياتي رسول، ولما جاء انقلبتم على اعقابكم، فانتوا كنتوا اولى الناس بانكم تؤمنوا بمحمد بن عبد الله الذي تنبأت به كتبكم وكثير من الايات وكثير من انبيائكم. لكنكم انتم جميعا ده جزء من شخصيتكم انكم تنقلبوا على انبياء، منهم من تقتلوا ومنهم من تكذبون. هذه رسالتكم. عظيم. اذا مطلوب من المسلم ان يؤمن بالمسيحية ويثق. انا التمهيد ده عشان الثقه. يؤمن بالمسيحية واليهودية وكافة الديانات التي سبقت دين الإسلام، بأنهم أنبياء ورسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لا نفرق بين أحد من الرسل. ليه بنقول عليه السلام ونأتي على محمد ونقول عليه الصلاة والسلام؟ لا مانع على الكل نقول كده. يعني هل من حقي أن أقول على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. ما هي المشكلة؟ لكن جرب احنا تخصيصها لنا في الإسلام عشان عليه الصلاة إن احنا بنتبعه في صلاتنا. أيوة. لكن لا يمنع أبدا من فهمنا العقد الواسع للأنبياء والمرسلين بأن نقول عليهم جميعا ألف صلاة وألف سلام. تقولين عليهم جميعا ألف صلاة وسلام، ولكن البعض الآخر ينكرهم ويرى في بعض العقائد والديانات الأخرى بأنهم كفرة وما إلى ذلك. للأسف. للأسف. يعني من أين أتوا؟ من أين أتوا إذا كنت نفس البئر الذي نشرب منه جميعا، وهو بئر عذب، يعني القرآن الكريم يشكل حالة أؤكد على هذا المعنى. قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصباط وعلى عيسى، ذكروا في عشرات الآيات بهذا الترتيب وهذه الأسماء والمسمى. ولماذا الإنكار؟ الإنكار ده غبش نفسي. غبش غبش نفسي. عارف ربنا يكفينا هذا الشر لما تنزل على نفس أي إنسان نوع من الغشاوة ونوع من الغبش. عارف تيجي حاجة كده تيجي بصورة كده وتغبشها بألوان غير لائقة وغير واردة، هم بيحدث لهم هذا الغبش وهذه الغباوة. والعنصرية بين البشر بكل أسف، لأنهم لم يفقهوا رسالات السماء كما أرادها رب السماء وكما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عندما كان يقول أخي موسى وأخي يحيى والأنبياء المرسلين إخوة لأم وأب لأب واحد، وهم إخوة لأمهات مختلفات. فإحنا للأسف الكراهية، السياسة، الطمع، الجشع، الأنانية، حب السبق، حب الظهور إلى آخره، هي اللي أودعت في نفوس الناس بأن كلما جاء نبي وجاء من بعده تجد الأمة تلعن من سبقها. عظيم. وهقول لحضرتك حاجة لطيفة وأنا جبتها لك في الورقة دي. كنا مسافرين رمضان اللي فات زي كنا في حوار بين الكونجرس وبين البرلمان المصري، فاختاروا 10. وانا الحقيقه انا ما بحبش السفرات الطويله، لكن اصر رئيس الوفد ان انا لازم اروح معاهم. قال ده انت استاذ فلسفه وعقيده، ده انت اللي هتبقي مرايتنا في الرد عليه، اكتبي لنا بس ورقه نترجمها. فكتبت لهم ورقه وترجمناها ورحنا وجلسنا معاهم عشرات الجلسات وناقشنا كل كبيره وصغيره، فيما بين من عداء باسم الدين، فيما بين من عداء هو بالسياسة ويغلف تحت الدين، فيما بين من عداء ونسينا أن الله ولقد كرمنا بني آدم. عندما يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش ولقد كرمنا المسلمين أما غيرهم فلا، أبدا ما عندناش هذا المعنى. ودي بقى ضريبة المسلم، احنا دي علينا ضريبة. الضريبة اللي علينا إن أنا أقول قولوا آمنا لا نفرق بين أحد من رسله. فإسلامنا يحتم علينا أن احنا نقرأ قرآننا بشيء من التأمل والعمق. هنا في سؤال بيقول وهل يحض الإسلام على المحبة؟ نعم، ده هو محبة، والمسيحية محبة، المسيحية محبة، والإسلام محبة، والله محبة، والله محبة،
لكن والخير محبة والنور محبة والنور محبة والجوار مع بعضنا محبة الكلمة الطيبة محبة. هل أحب الرسول السيدة عائشة أكثر من غيرها من نسائه؟ أحبها بحق بحقيقة لكن